أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم شراء منزل عن طريق البنك، حيث أقوم بتحديد المنزل المطلوب ثم أخبر البنك فيشتريه البنك ويكون باسم البنك حتى أقوم بسداد كافة أقساط البنك؟ هذا لا يصلح، لأن البنك إنما اشتراه لك ولم يشتريه له، اشتراه لك من الأول، سلم الثمن نيابة عنك أو قرضا لك، قرضا أقرضك إياه ثم يسترده بزيادة، هذا لا يجوز. إذا كان البيت في ملك البنك من الأول وباعه عليك بثمن مؤجل وملكته بذلك فلا بأس، أما هذه التصرفات والحيل هذه لا تجوز. نعم.